المنشآت صديقة الطفل هي مستشفيات أو منشآت رعاية أولية بتطبق مجموعة من السياسات اللي بتشجع الرضاعة الطبيعية من خلال توضيح أهميتها للطفل والأم على المدى القريب والبعيد. كل العاملين في المستشفى بيتدربوا على إزاي يشجعوا ويساعدوا الأمهات على تطبيق الرضاعة الطبيعية المطلقة من أول ساعة في الولادة وخلال أول 6 شهور من حياة الطفل. بنبتدي مع الأم والأب من فترة الحمل وبنعرفهم عن فوائد الرضاعة الطبيعية، نشجعهم يطبقوها. وقت الولادة العاملين في المنشآت دي بيساعدوا الأم تحط الطفل جلده على جلدها أول ما يتولد، وإنها تبتدي رضاعة طبيعية في أول ساعة في الولادة، لأن ده بيساعدها تكمل رضاعة بعد كده وبيساهم في زيادة اللبن. وكمان الرضاعة هي أفضل مسكن للأم للألم بتاعها وبتقلل من احتمالية نزيف ما بعد الولادة. الممرضات والأطباء بيساعدوا الأم كمان تعرف أوضاع الرضاعة الصح. الطفل بيفضل موجود مع أمه في نفس الغرفة وما بياخدش في المستشفى أي مشروب غير لبن الأم ولا حتى الماء. بنشجع الأم إنها ترضع الطفل كل ما يجوع وتعرف علامات الجوع هي إيه، وبنقول للأم والأب ما يدوش أي تتينة أو ببرونة للطفل علشان ما يتلخبطش بينها وبين حلمة صدر الأم. حتى لو الطفل هيدخل حضانة بتشجع الأم تعصر لبن من صدرها وتحفظه وتجيبه المستشفى علشان الطفل يفضل يرضع من لبن الأم. بعد ما الأم والطفل بيخرجوا من المستشفى الأم بتاخد كارت متابعة تتابع بيه في الوحدة الصحية مع فريق دعم الرضاعة الطبيعية في الوحدة علشان يساعدوها لو في أي مشكلة حصلت في الرضاعة. المستشفيات صديقة الطفل موجودة في محافظات كتير حول الجمهورية كلها. اسألوا طبيب الوحدة الصحية عن أقرب مستشفى ليكم، لكن لو ما فيش مستشفى قريبة ما تقلقوش، تقدروا تطلبوا من الأطباء أو الممرضات أو أي حد بيساعد الأم في الولادة إنهم يساعدوكم. تعملوا كل الممارسات الصح زي ملابسة الجلد للجلد وبدء الرضاعة الطبيعية في أول ساعة بعد الولادة.